يعني يا ريت اللي يعرف السبب يكتب لنا بالتعليقات، يعني شنو سبب نزول مرسوب المياه لهذا المستوى؟ يعني صار سنين ما نازل لهذا المستوى، المياه ما نازله، مياه نهر دجلة ما نازله لهذا المستوى ابد. يعني هاي صار سنين احنا هنا قاعدين هذا ونلاحظ هذا الشيء، ينزل ممكن بس مو لهالمستوى هذا. هسه راح ننتقل نشوف الاحواض مال السمك. اي احواض الاسماك، يعني شلون هذا السمك وين يعيش الادارة؟ هاي الاحواض مال الاسماك قاعدة عالطين، فايضا وقف شغل الاسماك هسه حاليا بنهر دجله من وراء هاي المشاكل. يعني الا ندفع الاقفاص نص الشط يلا يمكن يوصل، لو ما يوصل ما اعرف ارتفاع هن هذني مترين الحوض مال الاسماك، فما اعرف نص الشط اكو مترين لو لا. هاي طبعا احنا هنا هسه ببغداد، الله يساعد المحافظات الجنوبيه وضعها شلون يصير ما اعرف. هذا جفاف نهر دجله، طبعا حتى المي الاساله صار بي يعني ريحه، صار بي ريحه العفو مال يعني شلون الخيسه تكرمون بسبب ما يسحب قام مي نظيف، لان بسبب نزول المي في الوضعيه.